رسالة الإيمان بجديدنا نصل إن شاء الله إلى الإحسان. من المعلوم أن أم البشر حواء كانت تلد في الحمل الواحد طفلين، أحدهما ذكر والآخر أنثى، وذلك حكمة من الله لكي يتزوج كل صبي من أخته حتى تعمر الأرض بالبشر، وذلك كان متاحا في ذلك الوقت. وقبل أن نخوض في ذكر أول حادثة زنا في التاريخ، تقتضي علينا الأمانة العلمية التنويه بأن الإسرائيليات هي مصدر هذه القصة. وحينما سئل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن الإسرائيليات قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، أي أننا نذكر ما ورد في كتب التاريخ المأخوذة من الإسرائيليات بغرض العلم والمعرفة لا أكثر. وفيما يلي تذكر الإسرائيليات أنه لما قتل قابيل هابيل حسدا واستكبارا، فر مع زوجته من الجبال حيث كان يسكن آدم وأبناؤه إلى السهول، وقد كان الله تعالى اصطفى من بني آدم شيثا عليه السلام، فكان يعين أباه في أمر الدعوة لا سيما في ازدياد البشرية، فإن آدم عليه السلام عاش قرابة 1000 سنة، فرأى من بنيه وبني بنيه الكثير. وحين حضرت الوفاة آدم عليه السلام عهد لولده شيث بأمر بنيه وأوصاه على أمورهم والقيام بشؤونهم، فتولى عليه السلام أمر المسلمين، وصار الناس يمتثلون إلى شريعته وشريعة أبيه عليهما السلام، ومما شرع لهم تحريم الاختلاط بقوم قابيل لما كان من فساد أمرهم وسوء أخلاقهم، والتزموا بأمره بعدم التوجه إلى السهول والاختلاط بقوم قابيل امتثالا لهذا التشريع الرباني من نبي الله شيث، والذي بقى الناس ممتثلين له حتى توفاه الله تعالى. فعهد أمر الناس بعده إلى ابنه آنوش، ولم يبعث الله تعالى نبيا بعده مباشرة، بل بقي الناس دون نبي متبعين ما شرع لهم هذا النبي الكريم وأبوه آدم عليهما سلام من الله. ومع غياب الأنبياء بعد وفاة آنوش، أراد الشيطان أن يوقع المعاصي في بني آدم ويستميلهم ليعصوا الله تعالى ويطيعوا هوى أنفسهم، ليكون ذلك بداية العصيان في الأرض والخروج عن أمر الله تعالى. فذهب إلى قوم قابيل في السهول لما يعرف عنهم من ميل للباطل وبعد عن القوم الصالحين، فتشكل لهم بهيئة غلام وعمل أجيرا لدى رجل منهم. وبعدها بزمن أخذ يبتكر لهم الأمور الغريبة وأشكال اللباس المتنوعة، ثم جعل لهم عيدا يجتمعون فيه فتتبرج النساء للرجال، وصنع لهم مزمارا كمزامير الرعاة، وأخذ يزمر فيه بصوت جميل لم يسمع مثله من قبل. وفي تلك الأثناء أخذ الصوت ينتقل في الهواء حتى اقترب من الجبال، فسمعه بعض قوم آدم من ضعيف النفس ولفتت غرابته انتباههم، فأخذوا يقتربون من ديار قوم قابيل ويراقبونهم من بعيد، حتى تجرأ أحد رجال نبي الله شيث ونزل إلى السهول في عيد قوم قابيل، فأثارته النساء المتبرجات هناك اللاتي نالت استحسانه، وهن الأخريات استحسنن، وذلك لما يتصف به رجال قوم شيث حيث كانوا يتسمون بصفة الجمال ونساؤهن غير ذلك، خلاف رجال قوم قابيل الذين كان رجالهم يتصفون بدمامة الوجه بينما نساؤهن ذات جمال أخاذ. وحينما عاد ذلك الرجل إلى قومه بالجبال أخذ يسرد عليهم ما رآه من جمال النساء وحسنهن وما يتصف به قوم قابيل، حيث أنهم لم يكونوا يحرمون الاختلاط بين الرجال والنساء كما هو الحال عند قوم نبي الله شيث. وبطبيعة الحال افتتن رجال قوم نبي الله شيث بتلك النساء وبأحاديث صاحبهم، فخالفوا ما نهاهم عنه نبي الله ونزلوا إلى السهول. وحينما رآهن النساء قوم قابيل أعجبن بهم وراودوهن عن أنفسهم، ووقع بينهم المحظور، وتعتبر هذه أول حادثة زنا على وجه الأرض. ثم أرسل الله تعالى إدريس عليه السلام ليقضي على الشر والفساد الذي خلفه قوم قابيل في الأرض، فكان أول من شرع القتال في سبيل الله تعالى،
وأول من سبى، حيث جهز الجيوش وهجم على قوم قابيل بالخيول والمشاة، فهزمهم وقتل وسبى منهم، فكان سببا في تقليل شرهم على الدنيا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.